وقال سامح شكري إن المؤتمر شهد على مدى أسبوعين مشاركة 112 رئيس دولة وحكومة شاركوا في فعاليات الشق رفيع المستوى والدوائر المستديرة. وأشار شكري إلى أن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار يعد إنجازا تاريخيا بعد 27 عاما من التناول والمطالبة من الدول الإفريقية. المؤتمر على مدى الأسبوعين شهد مشاركة ل 112 رئيس حكومة ودولة، فعاليات خلال الشق الرفيع المستوى لدوائر مستديرة تناولت عديد من موضوعات ذات الارتباط الوثيق بقضايا تغير المناخ. تم خلال المؤتمر طرح الأيام الموضوعية بمشاركة عدد كبير من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، كما تم التفاعل مع كافة المستويات الرسمية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال في أحداث متتالية تفتح مجالات عديدة للتعاون مع الشركاء الدوليين في إطار دعم جهود مصر في مجالات التخفيف والتكيف من أجل الحفاظ على البيئة ومواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ. ما حققه هذا المؤتمر هو التأكيد الحي بما أطلق من أن مؤتمر شرم الشيخ هو مؤتمر التنفيذ، لم يكتفي بالقرارات التقليدية، وإنما سعى منذ اللحظة الأولى ومنذ الإعداد خلال السنة الرئاسية الانتقال من الرئاسة البريطانية للرئاسة المصرية بتكريس أهمية التنفيذ، وتجسد ذلك في النجاح بعد مشاورات مطولة ودقيقة بأن يضع على جدول الأعمال قضية الخسائر والأضرار، وأن يتعدى ذلك بأن يتم اعتماد مقرر ينشئ لأول مرة صندوق للخسائر والأضرار لمواجهة التحديات الضخمة وتعرض عديد من دول العالم خاصة الدول النامية للتداعيات السلبية المرتبطة بتغير المناخ.